بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام وفي واصدقاء قنوات الكأس الرياضية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا بكم جميعا في يوم غير عادي بالمرة في العاصمة الجائية في تيزي وزو، في بلعباس، في كامل الولايات والمدن والقرى الجزائرية. بعد دقائق معدودة ستتوقف الحركة ويرتفع التركيز وتدق القلوب اكثر وتعلو الحناجر. انه يوم العرس، يوم الفرح، يوم الفاتح من شهر مايو، غير تماما لبقية الأيام. نهائي السيدة معشوقة الرياضيين والكورجية والمناصرين، نلعب الأفراح والذكريات الجميلة والتتويجات الخالدة بأذهان كل الجزائريين. ذهبية الجمات العبر البحر الأبيض المتوسط 75-3-2 للخضر أمام فرنسا، كأس أمم أفريقيا 29 سنة بكرة ملعوبة بالعباس. جول جول جول! الله 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 الله! سيكتب التاريخ من جديد وسيصنع مجد سيذكره أجيال وأجيال. العقارب تلسع الشبيبة في الدقيقة الأولى بطلقة، بقذيفة، بمساندة من الأنصار، من الجيش العباسي الحاضر في ملعب 5 جويلية. الله على هذه الكرة، والله على هذه البداية، والله على هذه التصويبة، والله على الشريف الوزاني هل يحقق الأماني. هذه الكرة ملعوبة، الكنترول باليسار، التصويبة باليمين، الكرة في الشبكة، في الفيليه، في الجول، واحد بلاش. الله على أحلى البدايات في أحلى وأروع النهائيات في كأس الجزائر 2018. الدقيقة الثانية والهدف الأول في المباراة بكورة ولمسة كانت ملعوبة ممتازة جدا. العملية الأخيرة والتصويبة على حمزة بالأحول، يحطها في الشبكة. حمزة بالأحول يعطي رونق آخر لهذا الدور النهائي منذ البداية. هدف يعني من حجرات الملابس، من كان يتصور هذه البداية وهذا الدخول القوي بالنسبة لاتحاد بالعباس. هذه الكرة الأخيرة بالنسبة لتبتي، التبتي العربي هذا متابع من فريق الترجي الرياضي التونسي. الاتحاد بالعباس ومتفطن فارس بن عبد الرحمن، الركنية أخرى طويلة، التدخل بالراس، كرة قوية، محاولة يرد الشبيبة تقريبا بعد 40 دقيقة. المحاولة الجدية الأولى بالنسبة لشبيبة القبائل بعد هذه الركنية من الياس بن يوسف، والمحاولة الرأسية من المدافع سعيد بالكلام. هذه أفضل وأخطر كرة بالنسبة للشبيبة على دفاع اتحاد بالعباس وعلى العقارب. تبتي 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 يلعب كرة من جهة اليسار، زكريا زكريا جول! باب باب تصويبة كانت من زكريا خالي في كرة ومحاولة. جول 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 جول! بالعباس ممولعين، بالعباس منامور، بالأحول يفعلها مرة أخرى إلى قلعة بالعباس. الوزاني يتقبل التهاني، الوزاني يفعلها، يحقق أماني. هؤلاء الأوفياء، هؤلاء الجيوش المتحولة من بالعباس إلى العاصمة الجاية. ماذا حدث لمليك عسلة وماذا حدث لدفاع الشبيبة؟ بالأحول وحده يعطي الكرة، يعطي الباس، الزواري، الواندو. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام على حمزة عبد الكريم الزواري. شوف الكرة، شوف المتعة، شوف الفرجة، شوف اللمسة، شوف الجول، شوف الهدف الثاني بهذه الكيفية. هيا 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 الفرحة العباسية بكرة حمزة بالأحول، هو اللي انطلق في العملية، هو اللي قاد الهجمة. اللمسة متاع الزواري ممتازة، ذهبية، لمسة سحرية، لصيص، ثم بكيفية رائعة، بهدوء كبير، بصنعة متاع هداف، متاع بيتر، متاع قناص، يحط كرة في الشبكة، يغالط مليك عسلة. ملا بونتو، ملا قال. هدف ثاني تقريبا سيناريو الشوط الأول يعاد، نسخة مطابقة للعسل. بالعباس مع البدايات ما يرحمش، ما يرحمش، ما يرحمش، ما يرحمش. باش يلعب الكونتر اتاك، الزواري هرب، الزواري عبد الكريم، امشي يا عبد الكريم، الزواري الزواري الزواري، 2-2، هذا الثالث.
بنيران صديقة كادت الكرة تباغت ملك عسلة يعود الياس شتي للتغطية. أي روح، أي اندفاع، أي نهائي، أي مباراة، أي فرجة، أي روعة، أي إثارة، أي حماس. الركنية الاتحاد بالعباس، الثالث للاتحاد، أما الأول بالنسبة للشبيبة في فترات ودقائق قادمة كل شيء يبقى وارد. هكذا عودتنا كرة القدم الجزائرية، وهكذا عودتنا الأدوار النهائية، وهكذا عودتنا مثل هذه المباريات كنا ملعوبة من الركنية. اقصير على الكرة تعود مرة أخرى من حبيب بوغلمونة، بوغلمونة لسحب الدوبلي حمزة بالأحول اللي يثبت نفسه، يثبت اسمه اليوم كرقم صعب بالنسبة لاتحاد بالعباس وصعب على شبيبة القبائل بتسجيله للدوبلي. كرة ملعوبة بالعجية، بالعجية يلعب كرة لمسكة تقصيرة مع الياس، الياس 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 ماذا يفعل؟ يحاول التوزيع، يتدخل فارس بن عبد الرحمن وجمهور بالعباس الكل فرحان. السيناريو مع الفترة الثانية، كرة مرف باش يلعب الكونتر اتاك، الزواري هرب، الزواري عبد الكريم، امشي عبد الكريم، الزواري الزواري الزواري، اثنين على اثنين، هذا الثالث. بنيران صديقة كادت الكرة تباغت ملك عسلة يعود الياس شتي للتغطية، للتغطيات بهدفي حمزة بالأحول. بالأحول يحول الوجهة متاع الأميرة من بالوزداد إلى العباسية، إلى بالعباس. اليوم شباب الوزداد سحب اللقب الأخير 2017، إلى حد الآن تقريبا أكثر من نصف الطريق في الشوارع الرئيسية السريعة، إلى حد الآن الكأس متجه لبالعباس. ننتظر أكيد دقائق قادمة، 10 دقائق في الفترة الثانية، بالعجية مرة أخرى بكيفية ممكن مباشرة يحاول مباغة عثمان طوال. جول 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 جول، أهو الشبيبة، أهو هذا هو الشبيبة، وهذا الكناري بالعجية بالعجية. أبشر يا جمهور الشبيبة، الشبيبة وجيسكا عائد بقوة ببساطة، إنه الكناري يا سادة. يعود شبيبة القبائل من كرة ثابتة، من لمسة بالرأس، إغالة كل بالعباس. هذه الكرة بالعجية، هل كانت بنيران صديقة؟ بالعجية كرة ملعوبة، من لمس الكرة بالرأس؟ شكون حطها في الشبكة؟ شكون على القائم الأول؟ هو اللي يسجل بالنسبة لشبيبة القبائل ويعود بهدفين مقابل هدفين. عادة المباراة لبدايتها على مستوى التشويق بهدفين لواحد، يبقى كل شيء وارد. يعود من بعيد شبيبة القبائل ترجع كرة من جديد، اللمسة والمحاولة من جهة اليسار، كرة ملعوبة من حمزة بالأحول، بالأحول يلعب الزواري كل على القايم، باب 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 باب، ملا كرة، ملا شوت. دفاع المباراة على مستوى عال، هذه كرة حمزة بالأحول لعبد الكريم الزواري بخارج الساق اليسرى بكيفية فنية، حب يباغت الحارس مليك عسلة. ومليك عسلة، إقصاء مليك عسلة على حمزة بالأحول، التدخل الأخير، مهدي عبيد شارف معطى جديد. ماذا فعلت يا مليك؟ ماذا فعلت يا عسلة؟ ماذا فعلت بالشبيبة بالكناري؟ هذا التدخل مليك عسلة والتدخل في منطقة الجزاء يعني ركلة جزاء لاتحاد بالعباس. تدخل كان قوي من مليك عسلة، وأكيد يعني لقطة في غير محلها من الحارس مليك عسلة، وفي تقدير لاتحاد بن عباس واحد. 3 تغييرات بالنسبة للمدرب يوسف بوزيدي، وعبد الصمد بونوة سيتولى تنفيذ ركلة الجزاء قبل 15 دقيقة لعب من نهاية المباراة. ركلة الجزاء لاتحاد بن عباس، يتصدى يتصدى يتصدى، تصدي روعة من عبد الرحيم بولاتيف ويعكس الهجمة للشبيبة. أنا التصدية يتصدى لركلة الجزاء لعبد الصمد بنوة، لعبها له باليمين، وعبد الرحيم بولاتيف كان مركز مليح، مشى للزاوية الصحيحة. عبد الصمد بنوة يحط كرة يتصدى على هذه الفرجة، برافو على هذه الأناقة، على هذه الحلاوة يا عبد الرحيم. عبد الرحيم بولاتيف مرة توقيت، لكن ينتظر رحبة شبيبة. مبروك مبروك، ألف 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 ألف،
ألف مبروك لأحباء وأنصار ولاعبي ومسؤولي اتحاد بالعباس على هذا الإنجاز الثاني في كرة القدم الجزائرية، الكأس التاريخية الثانية. السيناريو يعاد، نسخة مطابقة للأصل بعد 27 سنة أمام شبيبة القبائل، من نهائي 91 لنهائي 2018 أمام نفس الاسم ونفس الجماهير ونفس العنوان أمام الكناري. اتحاد العباس يتوج بكأسه الثانية بعد 27 عام ويضيف الثانية للأولى. بوزيدي أكيد يعني يخسر النهائي الثاني بعد نهائي 2016 مع اتحاد الحراش، خسارة اليوم أمام فريق اتحاد بالعباس.